خلي كل الدنيا تعرف إني أنا بحب مرتي فوق ما تتصوروا. Hayalimdeki evlenmek teklifi uçup gitti. Onunla birlikte olduktan sonra başka hiçbir şeyin önemi yok. Evleneceğiz. Çok mutlu olacağız. Gökten de kafamıza 3 tane elma düşecek. Ve sonsuza kadar mutlu yaşayacağız. Yani... مرحبا مارسيلو، فكرت بعرضك ودرسته كتير منيح وموافق عليه وبدي ارجع على ميلانو فورا. سلام. جيب لي نفس المشروب اللي عم يشربه مراد بيك. رفيف، شو كيف عرفتي اني انا قاعد هون؟ ما كنت بعرف، من زمان كنا نجي لهون نحن وجان، لما حدا منا يكون متضايق كنا نجي ونشرب مع بعض. معناتها بصحة شو رح نشرب اليوم؟ بصحة ايام زمان. بباب شوفك. وقف مراد، لوين بدك تروح؟ عالبيت. عودي شوي، في قصة بدي حاكيك فيها. أي قصة هي؟ فتون وجان، شو بده يكون غيرهم يعني؟ رفيف، لا تعملي من هالقصة سوسة أو مشكلة بدون ما تنتبهي. أنا ما عم بعمل أي شي مراد. بعتقد ما عاد في قوة بتفرقن عن بعض، وبنصحك ما تجربي حتى ما تبهدلي حالك. مراد، رح نضلنا عم نتفرج؟ هالاتنين جرحونا ولعبوا بمشاعرنا، بهالبساطة ننسى؟ أنا ما لقيت حل غير سافر، راجع على ميلانو. يعني الشلة يلي ما بتفترق بالعادة انتهت، وأنا بنصحك تقيمي هالقصة من بالك. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.